اللعب بالكورة في القدم وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها مصلحة وفيها إلهاء وفيها إجمام للنفس ولا تلهي كثيرا، فهذه نقول بجوازها بشرط ألا تلهي عن واجب أو توقع في محرم. فإن ألهت عن واجب صارت حراما، كما لو عكف أصحابها عليها في وقت الصلاة وتركوا بذلك واجب الصلاة مع الجماعة أو في الوقت، أو أضاعوا صلة رحم أو بر والدين، أو أضاعوا تشييع جنازة يجب عليهم تشييعها أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام لأنه ألهى عن إيش؟ عن واجب. كذلك لو أوقع في محرم بأن كان هذا سببا للسب والشتم والعداوة والبغضاء، وفي لعب الكرة كما لو أدى إلى كشف الأبخال، فإن هذا يكون حراما لا لذاته ولكن لما صاحبه من الشيء المحرم.